مزارع الروبيان عندنا في السعودية حاجة مختلفة. مزارع الروبيان عندنا كلها تنتج تقريبا أكثر من 100,000 طن من الروبيان. هذا المصنع اللي حنا فيه يعد واحد من أكبر المصانع في العالم. هذا المصنع الضخم اللي حنا فيه أنتج في عام 2022 أكثر من 61,000 طن. 60% من 61,000 طن صدرت لخارج المملكة، راحت للصين ولكوريا ولليابان وأيضا لروسيا، والباقي استخدم داخل السعودية للإنتاج المحلي. السؤال، بعد كل هذا الإنتاج الضخم، هل وصلنا للهدف اللي نطمح له؟ السنوات الماضية التغير اللي صار تغير كبير جدا، وهذا طبعا بالنسبة لنا هو المسار اللي راح نسلكه ونواصل عليه. اليوم زادت الكثافة الإنتاجية في كل مكان ولله الحمد، زاد النمط الاستهلاكي. يعني عندنا قبل 4 سنوات كنا من أقل الشعوب استهلاك الأسماك، اليوم احنا ما وصلنا للمستوى العالمي، لكن احنا في الطريق الصحيح. ارتفع معدل الاستهلاك عندنا في المملكة بشكل جيد ووفق المخطط له، ونستهدف إن شاء الله الوصول للمعدل العالمي خلال السنوات القادمة. راح يكون عندنا المنتج السمكي بحول الله يضاهي المنتجات الأخرى قيمة وجودة ووفرة، وهذه بإذن الله ستساعد في إضافة تقليل الفاتورة الصحية، تحويل تحسين العادات الغذائية، تحسين النمط الاستهلاكي. هذه كلها راح تكون إن شاء الله بإذن الله نقاط قادمة للتحول. اليوم احنا نستهدف فعلا المستهلك يكون له حصة من وجبتين 3 وجبات كل أسبوع، وهذه بإذن الله راح تكون متاحة وقابلة للتحقيق بإذن الله.